طب سيدنا، هل في فترة معينة ابتدي اتكلم معاهم عن مرحلة المراهقة اللي هم هيمروا بيها؟ يعني هل اقعد اتكلم معاهم اقول لهم هيحصل كذا؟ يعني امتى كمان اتكلم انه هتلاقي في تغييرات معينة حصلت في جسمك، او البنت حصلت في جسمك حاجات تغييرات معينة؟ امتى ابتدي الكلام ده، وايه الكلام اللي ممكن اتكلم معاهم فيه؟ I think يعني احنا محتاجين نكون برضو proactive. يعني الام كده بالفطنة بتاعتها تبقى عارفة ان بنتها قربت على المرحلة دي، اوكي، فتبتدي تكلمها وتقولها دلوقتي انت كبرتي، مع الانسان لما بيكبر بتحصل تغيرات جسدية ونفسية. ده لو ما كناش عارفين وما كناش عارفين الكلام ده، اوكي، ان الولاد بيبقوا عارفين الكلام ده. بس وبرضو سيدنا بيتهيألي حتى لو هم عارفين بس مهم يعرف من الأم، طبعا يعرف من البيت، وبيعرف بطريقة راقية وبطريقة سليمة وبطريقة طبية سليمة، لأن العالم بيدي معلومات مشوشة يعني. معلومات خاطئة كمان. وأنا أفضل إن الأم تكلم بنتها والأب يكلم ابنه، اوكي، لأن أكتر واحد هيفهم نفسية البنت هي مامتها، وإنها مرت بالظروف دي، وأكتر واحد هيمر بنفسية الابن هو الأب، ويقعد ويكلمه ويشرح له بالظبط. يعني يعني في تغيرات جسمية، في تغيرات نفسية، في تغيرات بتحصل في الهرمونات بتاعت الإنسان، وده ممكن يأثر على حتى العواطف والمشاعر ونظرة الإنسان لنفسه. كنا اتكلمنا قبل كده مثلا على السيلف استيم وكده. ف من ضمن مثلا الحاجات الخاطئة في الفترة دي، خصوصا عند الولاد، بتلاقي مثلا ايه، وش الملائكة الطفولي ده ابتدى يتغير، ابتدى شكله يتغير، ابتدى صوته يخشن شوية. لو هو او اخت مثلا تلاقيهم حب شباب في وشهم كده الاكني، فالولاد يبص كده على المراية على شكله يبقى مخطوط، ايه الشكل الغلط ده يعني، وصوته اتغير وكده يعني. فلو قعدوا يتريقوا عليه وصوتك بقى وحش، وخصوصا لو هو شماس ويروح البيت وقعدوا يتريقوا عليه، انت ايه اللي كنت بتقوله النهارده وصوتك وحش، كده هم بيكسروا في السيلف استيم بتاعه. اوكي، لكن لازم يتشرح لهم ان دي تغيرات بتحصل، ولكن في الاخر جسمه هيستقر، وهيبقى يعني ربنا ثاني جسم الانسان جميل ان جنرال يعني، فربنا هيدي جمال، فما تبصش للمرحله الانتقاليه دي. وحتى لو طلع حب شباب ولا كده، برضه بكريمات وبعض العلاج بيخف وبيروح تماما. وممكن تبص على الناس الكبار مش موجود عندهم اغلبهم الكلام ده تماما. يعني لازم يكون في نوع من انواع التشجيع، واشجعه ان هو يقبل التغيرات اللي هي بتحصل فيه. برضو نفس الكلام مع البنت، ده برضو شكلها الملائكي كده ابتدت تكبر، شكلها بس ابتدت تطول قوي او لسه قصيره. فاحيانا كومنتس لما بتتقال على الطول او الاسره، او مثلا لو ابتدت تزيد في الوزن الى اخره، فدي برضو محتاجه مراعاه. التعليقات اللي احنا بنقولها في الفترة دي ممكن يكون لها تأثير سلبي. نقطة تانية خصوصا بالنسبة للولاد، لما جسمهم بيكبر والعضلات بتنمو كده، ممكن يحتاجوا ياكلوا كتير. اوكي، احيانا بتتقال لهم يعني تعليقات على الاكل كتير مهينة شوية يعني. وهو الولد بيبقى غصبا عنه يعني، هو محتاج الاكل ده لان الجسم عمال يكبر يكبر بسرعه، فهو محتاج التغذيه دي يعني. فيقعد بقى يتريقوا ده مش عارف بياكل كام رغيف، ده ما يكفوش، ايه ده ايه. فممكن الحاجات دي يعني في ولاد بتاخدها بهزار وكده يعني، لو نفسيته قويه هيعديها، بس في ولاد ممكن الكلام ده يتعبهم يعني. اللي انا عايز اقوله، اتس اوكي ان احنا نضحك مع اولادنا، اتس اوكي ان احنا نهزر معاهم، بس اتس اوكي لازم في الاول اكون فاهم نفسيه ابني. هل الضحكه دي او الهزار ده
هيجرحه ولا يعني. انا هقول لك مثلا مرة على غلطة انا عملتها. في بنت عندنا يعني كانت قصيرة كده، فكنت بضحك معها كل ما اسلم عليها اضحك معها واقول انت لسه في ابتدائي مش تكبري مش عارف ايه، بعمل الكلام ده بحب يعني، ما اقصدش ان انا يعني اجرحها يعني. فمره رحت الكنيسه والبنت ما جتش تسلم عليا، فسالت مامتها قلت لها امال فين فلانه، ما بتعود يعني تيجي تسلم كده. قالت لي حبيبي متضايقه ان انت عشان بتكلمها على انها طولها وانها قصيره وكده يعني. فطبعا حسيت ان انا ما كنتش حساس للنقطه دي، وهي كانت برضه في مرحله المراهقه وكان يعني نظرتها لنفسها مهمه جدا جدا يعني. فالمهم ان البنت اعتذرت لها وخدت بالي بقى مش مع البنت دي بس، مع يعني كل التين ايجر، ان انا اكون حساس في ان انا اعمل كومنت لالا يكرههم في المرحله دي يعني. هل يا سيدنا هم بيكونوا في المرحله دي حساسين زياده عن الطبيعي يعني؟ طبعا الهرمونات، التغير الهرمون ده بيخلي حساسيتهم زياده عن الطبيعي. بعض منهم بيبقوا فيري ايموشنال، كلمه تقولها لهم يبكوا على طول. فبيبقوا الحساسيه بتبقى زياده. برضو لازم افهم اني احنا شخصياتنا متنوعة، ممكن واحد يكون انتروفيرت ممكن واحد يكون اكستروفيرت. لازم اقبل كل شخصية بطريقتها. مش لازم نكون كلنا اكستروفيرت. ممكن اكون انتروفيرت ممكن اكون اكستروفيرت. فهنا الاب والام برضو بيتعاملوا مع الشخصية دي، ما يقولش ليه انت قاعد لوحدك انت شخصية انطوائية ده وحش، لا يعني لازم تخرج لازم تعمل. لازم يعني افهم الشخصية وإيه الميول الشخصية دي وتعامل مع الميول الشخصية دي بطريقة سليمة، وأشجع كل شخصية لها إيجابياتها ولها سلبياتها. يعني أغذي الإيجابيات وأنا أحاول أتجنب السلبيات.